السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا احلى واجمل عائله سكر دايت في الدنيا دي كلها. اولا انا بشكركم على اللي انتوا عملتوه معايا، كلمتين حلوين كتبتهم لي على الجروب عشان الناس الرخمه اللي بترخم عليا ويقولي كلام مداني عادي، انا مهمنيش وانا قويه جدا بربنا سبحانه وتعالى ثم انتم. النهارده ان شاء الله انا عامله لكم حاجه تحفه جدا جدا، كل الناس بتتكلم عنها وبتتكلم عن فوائدها، فقلت اعملها لكم لان هي فعلا حلوه جدا وفوائدها عظيمه جدا جدا. ايه هو الديتوكس؟ زي ما احنا شايفين بجد حاجه هايله جدا جدا. الديتوكس ده ليه فوائد كتير جدا هقولها لكم دلوقتي. اول حاجه بيساعد على شرب الميه، طبعا بيخلي في ناس ما بتستحملش طعم الميه، يعني انا اعرف ناس شخصيا ما بيستحملوش طعم الميه نهائي، فده بيساعد ان بيغير طعم الميه ويخليكم تحبوا انك تشربوها طول الوقت. طبعا بيخلينا نشرب ميه كتير، طبعا احنا عارفين احنا لينا 3 لتر اقل حاجه ميه في اليوم، في ناس ما بتشربش حتى ربع لتر ميه، فده هيساعدكم جدا انك تشربوا ميه كتير. اول حاجه بيساعد شرب ديتوكس على ان احنا بنشرب ميه كتير، فده بيؤدي الى فقدان الوزن، لكن لو شربنا حبه صغيرين مش بنخس. انا بقول لكم البتاع ده مش بيخسس اوكي، لكن طبعا عشان بيخلينا نشرب ميه كتير، فما بنشرب ميه كتير بنخس، يعني كله بيترتب على عدد اللترات الميه اللي احنا بنشربها. تمام. طبعا بيمد الجسم بالفيتامينات والمواد المضاده للاكسده، وبيقوي المناعه. التاني هام جدا للجهاز الهضمي وبيعالج المشكلات بتاعه الجهاز الهضمي، وبيساعد على تصريف السموم من الجسم وتسريع عمليه الايض في الجسم، والتي تساهم بطبيعه الحال في طرد السموم وتساعد على ادرار البول اوكي، وبالتالي الاسراع من تصريف السموم من خلال طرد الفضلات عبر البول اوكي، ويغذي طبعا البشره والشعر والاظافر ويحسن عمليه الهضم. طبعا فوائد هايله جدا جدا في البتاع الجميل ده، وطبعا حاجه تفتح النفس بجد. هوريكم عملته ازاي خطوه خطوه. انا عملت 3 انواع، وطبعا في منه مليون نوع، بس انا اخترت الالوان دي مع بعضها، وطبعا كل حاجه فيهم ليها فايده. عملت الديتوكس الاورنج والديتوكس الاحمر والديتوكس الاخضر. يلا بينا هوريك عملتهم ازاي. كل نحتاجه شويه الفاكهه والخضار دول، وحوالي 3 لتر ميه. هنعمل احلى 3 انواع من الديتوكس، خليكم معايا. اول حاجه معايا اللي هو الديتوكس الاخضر، زي ما احنا شايفين كله حاجات خضراء وجميله وتفتح النفس. عباره عن خيار، ثمره خيار واحده، وحوالي ثمرتين صغيرين كيوي، نعناع اخضر، وليمون. عايزين تزودوا حاجه تانية لونها اخضر مش مشكله، عايزين تحطوا بقدونس، عايزين تحطوا كزبره، عايزين تحطوا شبت اللي تحبوه، انا بالنسبه لي كده fair enough اوكي. وتاني نوع معايا ده الديتوكس الاحمر، عندي تفاح، ثمره تفاحه واحده، وفراوله حوالي 10 حبات فراوله، وعودين قرفة خشابي طبعا، وممكن عودين ثلاثة كده أو ورقتين ثلاثة نعناع عشان بس نكسر اللون شوية. وتالت نوع معايا الديتوكس الأورنج أو البرتقالي، عبارة عن برتقان حوالي ثمرة ونص برتقان أهو، لو مفيش برتقان لو بصورة ممكن برتقان بلدي أي نوع برتقان، ويعني حتة صغيرة جنزبيل فريش وليمون. هو الجنزبيل والليمون طبعا بيعملوا شغل جامد جدا مع بعض وحلوين في مثلا مساعده ان بتعلي الحرق وكل حاجه، بس لما جربت معاهم البرتقان اداهم طعم حلو قوي اللي هو السويتي ده شويه، لان الاتنين دول مع بعض صعبين شويه، فالاورنج او البرتقان هي يعني هيفرق كتير في الطعم يعني. فهنجرب دلوقتي مع بعضين هنعمل ايه. اول حاجه اجيب اي شفشق عندي، احط فيه حوالي لتر ميه، انا بس بوريكوا عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. طبعا انا حتى اقل من لتر عشان خاطر ما هقدرش ميه كتير. فاول حاجه هعمل الديتوكس اللي هو الاخضر، هاخد شرايح الخيار اللي عندي كلها. حلو بقى قوي قوي ده، بينقي الجسم من السموم، وطبعا الفوائد هكتب لكم فايده فايده من يعني فايدة الخضروات اللي انا بحطها دي ايه، يعني فايدة الخيار دلوقتي هتنزل قدامكم على الشاشة اوكي. وبعدين هننزل بالكيوي، برضو هنزل لكم فوائد الكيوي، انتوا بقى جمعوا الفوائد كلها مع بعضها، فاهمين قصدي؟ طبعا الكيوي سعراته قليلة جدا جدا،
فهايل لينا في الدايت، وفي نفس الوقت فاكهة مستحبة جدا واحد يعني ياكلها وكده. اوكي ادي الكيوي كله، تمام. وهنزل كمان بالنعناع زي ما قلت لكم، عايزين تزودوا اي حاجة خضرة يعني يبقى حلو جدا وخير وبركة زي ما بيقولوا. ممكن ان انا ازود عليهم بدل مثلا ما احط ليمون احط ماء ورد، عارفين ماء الورد ينفع جدا. انا احط عصرة ليمون واحدة، طبعا ليمون هايل بيعلي الحرق ومفيد جدا لنا في الدايت، فتمام التمام كده حلو قوي. اوكي ادي اول نوع معايا، هقلب بقى كله كده. ممكن تحلوه بعسل، ممكن طبعا ينفع. فالخيار عندي اصلا الخيار 80% او 90% منه تقريبا مية، فده كده هيساعد قوي ان انا هيظبط طعم المية. طبعا المية طبيعي بتاخد خواص الحاجة اللي بتنزل فيها زي ما قلتلكو، فطبعا هتاخد دلوقتي كده خواص الكيوي والنعناع والليمون والخيار. فده اول ديتوكس معايا، هسيبه قد ايه عشان ابتدي اشرب منه؟ يعني افضل ان احنا بقيته ليله، اقل حاجه 4-5 ساعات، تمام. فده اول ديتوكس معايا. تاني ديتوكس معايا، الميه معايا اهي، ثواني اجيب بس بتاع التفاح اهو. السوق بتاع دي حلوه قوي، اور تفاح، خلينا يتخلص من الجزء الغير مستحب. بصوا بتعملها ازاي، حلوه جدا. لو حد هيسالني جبتها منين، جبتها من بتاع الادوات المنزليه ب10 جنيه، مش غاليه، بس بتخلي التفاحه من جوه زي ما احنا شايفين جاهزه على الاكل على طول، فاهمين قصدي. طبعا لو في زوايد بقدر اشيلها بدل بقى ما اقعد اقشر بقى والحاجات اللي الزهق دي، فاهمين قصدي. بس اشيل اي حاجه جوه تطلع بمنتهى السهوله، وتفاحه بتبقى ايه، خلاص بقى الموضوع سهل جدا اهو. ابتدي اقطع التفاح باي حاجه انا عاوزها، اي سلايز انا عاوزاها ما فيش مشكله. طبعا الرخامه انا مصبناها كويس ومنضفاها معقماها عشان لو حد اتكلم اهو اهو الحجم اللي انا عاوزاه، احط في الميه. ده بقى من اكتر الديتوكس المستحبه بالنسبه لي، بحبها قوي لاني انا بحب القرفه والتفاح مع بعض قوي قوي. طبعا بيعلوا الحرق طبعا، وريحتهم بتبقى حلوه قوي. اوكي ادي التفاح كله، تفاحه كامله. اوكي واحط فراوله، عايزين نقطعها. اوكي مش عاوزين، دي فراوله مجمده عندي، ف لو فريش قطعوها. انا عن نفسي خلاص هي مجمده، ف مش هقدر اعمل فيها حاجه اكتر من هي مجمده، يا حرام. هي بقى مع الميه هتبقى حاجه واحده. اوكي وهحط نعناع عشان بس اكسر اللون، يعني ورقتين ثلاثه كده مش عاوزين، مش مشكله. وهنزل بالقرفة الخشابي وابتدي اقلب. بصوا منظره اساسا، عايزين تحطوا عسل والله زي ما انتوا عاوزين. انا هجرب كده احط عسل المره دي عشان الطعم السويتي يزيد شوية. ممكن نزود سكر دايت مفيش مشكلة، انا هزود عسل من عندي. حاجة بسيطة كده، بصوا يعني ما تجيش حوالي ربع معلقة ولا حاجة، وابتدي احطها على التوكس ده. بصوا الوانه حلوة ازاي، حاجة بجد يعني والله تفتح النفس، وفي نفس الوقت بيغير طعم المية وبيدي كل بقى الفوائد الموجودة في الحاجات اللي اتحطت دي، كل ده بينزل في المية، فيعني كنز. في ناس ما بتستحملش طعم المية، فالحاجات دي تساعدهم قوي على ان هم يحبوا طعم المية. هزود بس عصرة ليمون صغيرة عشان الحاجة المحطوطة دي يعني ما تسودش، عصرة بسيطة كده، وبرده منها نعلي الحرق. خلاص اهو لونه حلو ازاي وشكله لطيف جدا جدا جدا. هعمل بقى النوع الثالث معايا اللي هو الديتوكس الاورنج.
النوع الثالث معايا هعمل الديتوكس الاورنج، هنزل بشرايح البرتقال. طبعا بنغسل البرتقانه كويس جدا جدا من بره، انت بنقطعها شرايح. لذيذ قوي بقى الديتوكس ده قوي. وهنحط عليها شريحتين صغيرين ليمون والجنزبيل. اوكي، وهحط انا عليها برضو حوالي يعني ربع معلقه عسل برضو، عشان بيبقوا جمال قوي برضو، غير ان هو بيساعد على ان السموم تطلع من الجسم. اعتقد ان الكومبينيشن ده او المجموعه دي كلها مع بعضها حلوه للناس اللي عندها برد بقى وكده، وبتزود المناعه جدا جدا يعني. بس مجرد ما بحط الحاجه المايه لونها بيغير على طول، بتغير خواصها على طول، سبحان الله العظيم. اوكي خلاص كده. في نوع كلاسيك بقى خالص، ممكن تحطوا جنزبيل وليمون وعسل وخلاص وتشربوا منه طول النهار. نعمل الحكايه دي امتى؟ ممكن في يوم التنظيف، ينفعنا جدا الحوار ده. ومش لازم ده كل يوم، لو تعملوا الديتوكس ده كل يوم، يعني احنا مثلا شربنا النهارده الكلام ده بالليل مثلا، نقطع الفراوله والتفاح والقرفه والحاجات دي كلها، نعمل لبكره بقيتهم بالليل للصبح نصحى نشرب ده. خلصنا نروح داخلين على النوع الثالث من الديتوكس اللي هو الديتوكس الاخضر. بص الوانهم حلوه ازاي يا جماعه، مش ممكن الحاجات دي. طبعا المعده بتحب الالوان قوي، الالوان دي مرضيه جدا جدا للجهاز المناعي عندنا والجسم، وحاجات كتير قوي 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 ليها فوائد عظيمه يعني. فانا بنصحكم ان الديتوكس ده تعملوه يوميا، مش مثلا مره في الاسبوع او حاجه، خلوه اسلوب حياه زي ما بيقولوا يعني، في ايديكم على طول. الديتوكس مش بيخسس، انا بقول لكم اهو مش بيخسس، هو بيشيل السموم اللي في الجسم وبيساعد على تنقيه الجسم من اي اضرار، وطبعا مفيد جدا للجهاز الهضمي. حاجات بقى كتير يعني، انا قلت لكم في اول الحلقه على الفوائد بتاعته، يا ريت تجربوه وتقولوا لي رايكم ان شاء الله. سهل ازاي، ما فيهوش اي مشكله خالص. اي حاجه بتحبوها حطوها في معلقه. على فكره ممكن الديتوكس الاحمر ده تزوده مثلا عليه بطيخ، يعني مثلا تستبدله مثلا بدل الفراوله تحطوا بطيخ. يعني اهم حاجه ان ميبقاش فيه اكتر من نوعين فاكهه في الميه الواحده، يعني فاهمين قصدي؟ يعني يا مثلا يا فراوله وتفاح، يا مثلا بطيخ وتفاح، او بطيخ وفراوله، يعني ايه انتوا فاهمين قصدي؟ لكن الخضار حطوا بقى براحتكم خالص، يعني اي انواع تحبوها في الحياه حطوها في الديتوكس بتاعكم، هيجيب معاكم نتيجه حلوه جدا جدا بجد، حلو قوي يا جماعه. جربوه وان شاء الله هيظبط الدنيا معاكم وهيحببكم في الميه. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. سوش اللايك والشير والسبسكرايب والفيس والانستجرام والتيك توك، ونسوش التعليقات الحلوه الجميله اللي بتفرح قلبي، بتحسسني ان انا مجهودي ما بيروحش هدر. بحبكم جدا واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير. سلام.